حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية. وبعد أن شهدت تصاعدا بحدة المواقف والصراعات، فإن العملية السياسية بعد خيارات السيد الصدر بالتمسك بالأغلبية أو الانسحاب من العملية السياسية قد بلغ الانسداد السياسي فيه ذروته. هذا الانسداد الذي على ما يبدو قد طال كثيرا وسط تعنت بعض الأطراف بالاستحواذ على القرار السياسي ومحاولة تهميش الأطراف الأخرى خلاف ما أسست عليه العملية السياسية التي من المفترض أن تحظى بقرار سياسي موحد يهدف للخروج من الأزمة الراهنة، حيث يخلو المشهد اليوم من أي حوارات من الممكن أن تنتشل المشهد السياسي من موجة الصراعات. إذن مشاهدينا، هذه التغطية الخاصة نناقش فيها هذا الموضوع والمعطيات بعد أن نتابع سوية هذا التقرير. أزمة عصية حلت ضيفا على المشهد السياسي برمته، أولدتها القوى والكتل المتشبثة بقراراتها التي تراها معبرا للخلاص من المشكلات التي عصفت بالبلاد، لكن الواقع يقول عكس ذلك. فهذا التعنت بالرأي من قبل جهات تحاول إقصاء طرف والمضي متفردين بتشكيل الحكومة هو من يزيد تشابك خيوط الوصول إلى الحلول، بالتالي يجعل البلاد بمفترق طرق لا بد منها، إما الانسداد السياسي أو التحول التحزب والتنازل من أطراف دون أخرى، وهذا ما يجلب الويلات للشعب ويجعل أطراف أخرى بمنأى عن المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة. فما زالت المناورات بين الفرقاء السياسيين التي ابتدأت منذ أشهر ولا ملامح لإنهائها بحسب مؤشرات المشهد الحالي، إذ تعلو على منصة التحزب والخلافات. أما الحوارات الماضية فلم تسهم بتقارب الأضداد ولا وجهات النظر ما دام التمسك بالقرارات المزعومة لصالح البلد حاضرا في الساحة السياسية، إذ يرى مراقبون أن الإقصاء لا يأتي بمنفعة للبلد ولا يقدم عجلة العملية السياسية للأمام. فلا بد من إعادة النظر بالخطوات المتخذة قبل إقرارها، إذ تلقي بمساوئها على الوضع السياسي الحالي والمقبل. ونار التعنت تلتهم من حولها، وبهذا الصدد يقترح متابعو الشأن السياسي أن يجلس ذو الخلافات على طاولة حوار تتجدد فيه وجهات النظر ويجعل الشعب نصب أعينهم، وإلا فالعملية السياسية مهددة بالذهاب إلى المجهول حتى شعار آخر. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وبداية نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو. مدير مركز الشؤون العامة للدراسات الاستراتيجية الأستاذ محمد العقالي، أهلا بك أستاذ محمد. وكذلك الترحيب برئيس مركز الكتاب للدراسات السيد واثق الجابري، أهلا بك سيد واثق. أبدأ معكم أستاذ محمد، ماذا يؤشر هذا التصاعد الأخير بحدة الخطابات والمواقف السياسية أيضا؟ يعني تصاعد مستمر رغم مرور 8 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية. شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لك وللأخ دكتور واثق وكذلك إلى جمهور قناتكم الموقرة. يعني أعتقد هو فيه أكثر من وجهة تستحق يعني أن نشخص يعني هذه الوجهات في هذا التصعيد السياسي. لا. والجمود السياسي، أنا لا أسميه انغلاق أسميه جمود. الأول أن هذا يعني أبدأ من يعني موقف السيد الصدر الأخير دعوة نواب كتلة صدرية بتقديم استقالاتهم، ولوح بأكثر من خيار له، أما المعارضة أو أن يكون هناك الانسحاب. أعتقد هذا كله يجري من ضمن تكتيك سياسي. التكتيك السياسي أنه لحد الآن عملية الشد السياسي موجودة، جر الحبال ما بين الكتل السياسية المتنافسة المتخاصمة الغير متفقة على منهجية سياسية معينة. هذا الخطاب أو هذا الموقف للسيد الصدر الأخير يندرج ضمن الشد السياسي الذي تعودنا عليه طيلة الفترة الماضية. فما هي مدلولات الآن؟ ما هي مدلولات هذا الشد السياسي؟ الاستبطان السياسي هو موجود، أي أن عندما مرر قانون تجريم أو عدم يعني أن تكون هناك فرصة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بقرار مجلس النواب، الأغلب كان متفق مع هذا القانون، تم التصويت. والنجاح الآخر في أن يكون قانون الأمن الغذائي هو بديل إلى قانون الموازنة، أي جعلت أن هناك حالة التوافق موجودة. بعض الأطراف لربما تذهب إلى المحكمة الاتحادية لنقض هذا القانون. أعتقد
من ضمن يعني من ضمن الاستبطان السياسي لهذه المواقف السياسية هو قطع الطريق أمام المحكمة الاتحادية والضغط على المحكمة الاتحادية كي لا تنقض هذا القانون، لأنها سبق وأن نقضت مشروع القانون الذي أتى من الحكومة. مجلس النواب أعاد بطريقة غير مباشرة باقتراح هذا القانون من ضمن المقترحات، لكن سبق وللمحكمة الاتحادية أعتقد عام 2014 قالت نصت أنه لا يجوز لأعضاء مجلس النواب أن تقترح مشاريع قوانين فيها أجندة مالية، فما بالك قانون كله أموال، ليس فقط جنبة واحدة هي مالية، وإنما كل يعني كل أبوابه كل فقراته هي أموال. فكيف لمجلس النواب بعيدا عن يعني وزارة المالية، بعيدا عن الحكومة الجهة التنفيذية وهي بقرار المحكمة هي تصرف أعمال يومية، أن يشرع هكذا قانون؟ قطعا المحكمة الاتحادية أي طعن سوف تكون هناك لها كلمة. هذا التصعيد هو لربما ليس فقط هو الغاية منه يعني الكتل السياسية المعنية بالصراع أو التنافس، لكن من الممكن أن يكون الهدف هو المحكمة الاتحادية كي يكون الضغط عليها أن لا تنقض هذا. توافق ما بين مختلف الجهات السياسية في البرلمان حول هذين القانونين ممكن أن يعطي مرونة على المفاوضات الجارية حاليا من أجل التوافق على العملية السياسية؟ لا أعتقد. من الممكن للمراقب أن يرى، يقول يعني عندما توافقت الكتل السياسية على قانونين مهمين من الممكن أن يفتح الباب وشهية الأطراف السياسية للاتفاق. أنا أعتقد لكل يعني حالة لها ظروفها الخاصة. أتيك من القانون الأمن الغذائي، أعتقد الإطار التنسيقي الذي كان معارضا بشدة من الممكن أن تم التوافق وتم القبول والتصويت على هذا القانون من جانبين. أولا حتى لا يمر القانون بكامل حيثياته باتفاق الأطراف التي تريد أن تمرر وتكون فيه نهايات غير جيدة للبلد وإلى المواطن، ويصعب على المحكمة الاتحادية نقضه من باب الضغط السياسي، فدخلوا يعني شركاء في هذا القانون للتعديل وللتضبيط بعض يعني المواد القانونية. أو جانب آخر، عندما شعرت الأطراف السياسية برمتها بأن فيها استفادة وجنبات مالية كبيرة جدا، حتى لا تسمح للأطراف الأخرى تستأثر بهذه الأبواب التي من الممكن أن تؤدي إلى ملفات فساد جديدة تتراكم مع الملفات السابقة، من الممكن. أو جهة أخرى، أطراف سياسية تقول أن الحكومة الحالية هي موجودة وتصريف أعمال بقرار من المحكمة الاتحادية وشبه إجماع على الوضع أن يسير كما هو عليه الآن بوجود البرلمان ووجود الحكومة ورئاسة الجمهورية، فما المانع ما أن نشترك بهذا القانون حتى تكون الاستفادة إلى المحافظات إلى الشعب أو إلى الأحزاب بصورة ذات. فبالتالي هي أكثر من جنبة تأتي على التصعيد السياسي، ويبقى هو التصعيد السياسي سيد الموقف لا ولا وجود إلى اتفاق. طيب أهلا بك سيد واثق مرة أخرى. التصعيد السياسي الذي نشهده بالآونة الأخيرة وطيلة الثمانية أشهر الماضية يعتبر تكتيك سياسي كما يرى سيد محمد، لكن بالمقابل إذا كان هناك دائما شد حبال أو ضغط سياسي على جهة معينة أو على موضوع معين، مو مقابل أي تكتيك سياسي وتصعيد يكون أكو مرونة بالجانب الآخر أو تكون هناك مفاوضات جارية حتى يتم الضغط عليها؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام للدكتور محمد. طبعا المشكلة العملية السياسية يعني كل ما حدث يعني بعد انتخابات 2021 يعني كأنما هنالك قوى تتصرف بمبدأ الغلبة ومحاولة الاستقواء على الآخر ومحاولة حتى كسر الآخر. لذلك يعني طيلة هذه الفترة يعني من نهاية الانتخابات إلى اليوم لم نشهد تفاوضات جدية وحوار يعني بين الأطراف السياسية، ومعظم ما يدور يعني في الساحة هو مجرد تصريحات إعلامية، حديث إعلامي، ربما بعضه حتى تقاذف بالألفاظ ونوع من يعني توجيه الاتهامات حتى للأطراف الأخرى، يعني بالذات يعني من الكتلة الصدرية من السيد الصدر بنفسه كان يوجه الاتهامات للإطار التنسيقي بتعطيل تشكيل الحكومة. لكن هي القضية لا تتعلق، هي ليست بهذا الشكل. يعني أولا يعني هنالك مشروعين مختلفين، يعني السيد الصدر ربما يتحدث عن الأغلبية وبنفس الوقت الإطار لا يمانع من مسألة الأغلبية، لكن بالشروط التي ممكن أن تتوفر بهذه الأغلبية. هل الأغلبية الآن التي يتحدثون بها
بالتحالف الثلاثي هي ممكن أن تكون وافية وكافية لتشكيل أو لتمرير العملية السياسية اللاحقة؟ ثم هل أن التحالف الثلاثي لحد الآن طرح مشروعا بشكل معلن بشكل يعني بشكل بيان؟ لحد الآن لم نرى من التحالف الثلاثي بيانا مشتركا، كل البيانات هي بيانات فردية مرة يطرح السيد الصدر والأكثر طرحا بالأضافة إلى الجهات الأخرى. القوى موجودة بداخل هذا التحالف الثلاثي ممسوكة من قادة الكتل، وهذه ما كان يعاب على العملية السياسية. هم يتحدثون عن إصلاح وتغيير في العملية السياسية، لكن هم الآن شهادة نواب الكتلة الصدرية يقدمون استقالاتهم إلى سيد الصدر، كذلك سيد الحلبوسي أيضا استقالات النواب موجودة وبدون تواريخ، وكذلك لا يحق لأحد من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني التصريح. هنا القضية يعني الجدل اللي يعني هذه الأطراف تطرح على الأطراف الأخرى بشروط مسبقة، وعادة في التفاوض لابد أن يكون نوع من التنازل يعني بين الأطراف، وكأنما هذه الشروط بصيغة الإملاءات بصيغة الأمر بصيغة المتحكم الغالب، لذلك قالوا الأغلبية لنا وليس لغيرنا، وكأنما هي الديمقراطية. لحد الآن هو مفهوم الديمقراطية في العراق طيب. نحن تعددية حزبية، بما أنه وجود كم من الأحزاب فمن يتحالف ويشكل أغلبية يستطيع أن يحكم، مو بالضرورة كل حزب فائز هو الأول بما معناه هو تكون يكون هو نواة الأغلبية، لا، موجودة في تجارب كثيرة من الدول الأحزاب تتحالف وتشكل أغلبية، لكن هذه الأغلبية في العراق لا تحتاج فقط إلى أغلبية نصف زائد واحد أو نصف عدد البرلمان لتمرير الحكومة فقط، وإنما تحتاج إلى ثلثي توافق الثلثين طيب. لتبرير رئيس الدولة. هذه النقاط معروفة، لكن الإطار بالمقابل قدم الكثير من المبادرات وتحتوي على الكثير من التنازلات، لكن ليش ماكو تجاوب من الأطراف السياسية الأخرى؟ يعني كأنما هي الأطراف الأخرى أصلا لا تسمح هذه المبادرات، وإلا لنذهب إلى مبادرة المستقلين. الإطار قال أن دعا المستقلين لتشكيل الحكومة، وبنفس الوقت السيد الصدر دعا المستقلين لتشكيل الحكومة. المستقلين جاءوا ببرنامج وقالوا هذه مبادرتنا لتشكيل الحكومة، إذن قبلوا مبادرة السيد الصدر ومبادرة الإطار. الإطار وافق على مبادرة المستقلين والأحزاب المتحالفة معه أيدت هذه المبادرة، لكن الأحزاب الأخرى لم تؤيد. إذن هذه كانت اختبار للقوى السياسية الموجودة، هل بالفعل هي من ممكن أن تعطي شراكة للآخر؟ التخوف الموجود طبعا أنا إذا يعني أولا ماكو تمكين، يعني مثل ما أشار المستقلين وأشار الإطار أيضا، يعني اليوم إذا كنت تريد الذهاب للمعارضة، ما هي أدوات الذهاب للمعارضة؟ أولا رئاسة اللجان يعني من الآن وتم السيطرة عليها، الهيئات المستقلة أيضا مسيطر عليها من قبل الأحزاب الحاكمة، بل حتى قانون الأمن الغذائي هو عزز وجود حكومة تصريف الأعمال، وربما أعطى فسحة للقوى السياسية لثلاثة أشهر أو لستة أشهر تبقى هذه الحكومة، وبالتالي كان الاعتراض ليس فقط على تفصيلات القانون وربما يحدث فيه سرقات، وإنما سنعطي سنن للحكومات القادمة بأن تبقى حكومة تصريف أعمال ونأتي بقوانين طارئة ونمررها وتبقى بهذا الشكل، يبقى رئيس الوزراء يخلق نوع من الخلافات بين القوى السياسية ويبقى هو متحكم، وهذه القوى مستفيدة من وجود هكذا حكومة، يعني حكومة تصريف أعمال، بالتالي هم يغيرون محافظين، ممكن يغيرون وزراء مستقبلين، يغيرون درجات خاصة، وبالتالي هذه القوى هي مستفيدة سواء تغيرت الحكومة أو لم تتغير، هي تريد كما أشرنا في البداية مبدأ الغلبة على القوى السياسية الأخرى. طيب أستاذ محمد، كل هذه المعطيات التي ذكرت ألا تؤكد أو تؤشر على وجود إرادة لتأبيد هذه الأزمة؟ طبعا هي الأزمة هي مو وليدة اللحظة، هي نتيجة تراكمات مشكلات سياسية لم تحل، أبرزها هو انعدام الثقة ما بين الكتل السياسية، انعدام الثقة ما بين أغلب الشارع العراقي مع العملية السياسية مع الكتل السياسية، في جو عام عدم رضا عدم قبول، هذه كلها ممكنات. اثنين المحاصصة، الأمر آخر الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، قطعا يعني ستكون هذه التراكمات تنتج إلى أن يكون هناك جمود سياسي غير متحرك. نأتي هنا يعني يفترض أن نذهب باتجاه الحلول، ما هي الحلول لقطع دابر هذه الأزمة أو لتخفيف هذه الأزمة أو لتمرير هذه المرحلة؟ أنا أعتقد
يعني عدم وجود طرف سياسي وسيط سياسي يتمتع بالوسطية السياسية، يتمتع ب يعني مقومات التأثير على الآخرين، جمع الآخرين على طاولة مستديرة مثل هاي طاولتك، يعني هذا ما موجود، لكن ممكن أن يتوفر. ممكن أن تكون هناك مبادرة من السيد بارزاني، هناك مبادرة مرتقبة، لكن ما مدى جدية الديمقراط الكردستاني لحل هذه الأزمة؟ أي مقترح سواء من الديمقراطي أو من الاتحاد أو من السيادة أو من يعني الكتلة الصدرية أو من الإطار سوف لن تمضي به الكتل السياسية، بحاجة إلى شروط قبلها ولا بحاجة، بغض النظر عن الشروط، بغض النظر عن الشروط، هسه لو كتلة من الكتل السياسية أعطت تنازلات 100% سوف لن تمضي العملية. طيب يعني شلون تحل المشكلة؟ كل الطرفين حاليا لا يمتلكان العدد الكافي لتشكيل حكومة. أعتقد الحوار هو سيد الموقف، والاتفاق وليس التوافق، الاتفاق يعني سيد المشهد، لكن كيف نحصل على اتفاق؟ كيف نحصل على أن تكون الطاولة الجامعة إلى الكتل السياسية؟ هذه الطاولة يفترض أن يكون هناك وسيط وطني، أما شخص أو مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية التي لربما بقت محافظة على هيكلتها يعني نسبة إلى الضرر في المؤسسات الأخرى هي أفضل، من الممكن أن تكون وسيط، وهنا أقصد الجانب القضائي، المؤسسة القضائية بما أنها هي معنية بالاستقرار السياسي، بالأداء السياسي، معنية بالحفاظ على الدستور، معنية بتفسير المواد الدستورية، ونجحت يعني المحكمة الاتحادية بخطوات معينة باتجاه ترسيخ مبدأ الديمقراطية ومبدأ الدستور، من الممكن للكتل السياسية أن تعطي مجال، تسمح مجال لهكذا وساطة لجمع الفرقاء أو لجمع الكتل السياسية على طاولة واحدة. الحل الثاني هو يكمن بأن يكون هناك حل البرلمان، وحل البرلمان ليس بسبة وليس بقضية يعني يعجز عنها الآخرون، فقط نحتاج إلى إرادة بالتنازل عن الاستفادة المادية لأغلب الكتل السياسية ولأغلب البرلمانيين بأنه يفقدون بعض الامتيازات، يحل البرلمان، تعاد الكرة مرة أخرى إلى الجمهور، إلى الشعب العراقي. لدينا توصية من المحكمة الاتحادية بإعادة النظر بهذا قانون الانتخابات، ومن ثم تعاد الكرة، لكن هم نحتاج إلى ميثاق سياسي، إذا أتت الكتل السياسية بذات الأوزان أو أوزان متقاربة ما هو الحل؟ يتفقون قبل خوض الانتخابات أو تكون تحالفات لتشكيل الحكومة قبل الانتخابات كي لا تكون هناك مطبات سياسية مثل هذا المطب الذي نحن فيه. فهناك حلول من الممكن يعني إجرائها، من الممكن طيب. يكون أما المبادرات من أي طرف من الأطراف السياسية سواء من برزاني أو من الاتحاد أو من الحلبوسي أو من السيد مقتدى الصدر أو من الإطار بصورة عامة لا أعتقد سوف يكون لها صدى. لماذا؟ لأن الثقة غير موجودة، التي أو موجودة الثقة لكن منسوب الثقة لا يسمح بمرور هكذا مبادرات أو هكذا اتفاق. خذ على سبيل المثال مثلا السيد الحكيم، سيد عمار الحكيم الآن هو قليل المقاعد في البرلمان، الوزن السياسي أقل مما كان عليه، لكن إذا يطرح أي مشروع يعني ليود القضية يعني المعركة السياسية الآن لا أعتقد سوف يكون لها أصدى. ليش؟ لأنه هو سياسي عنده كتلة ينظرونه بنظرة المصلحية السياسية، طيب. إلى مكسب إلى مغزى، فهذا من ينظرونه بهالنظرة قطعا أي طيب. حلول تأتي سوف تكون محطة للريبة وللتشكيك بها، لكن إذا طرف يأتي طرف خارجي قصدك داخل، أقصد داخل العراق لكن خارج المنظومة السياسية، أنا ما أقصد أو من الممكن من حزب الشيوعي يتعلم، لا 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 أنا أقصد هنا مؤسسة مثلا السيد فايق زيدان، لا شخصية قادرة على جمع الأطراف، لكن بشرط أن لا يدمج الجانب القضائي بالجانب السياسي، أن يدخل بشخصه كوسيط. هناك أطراف سياسية فاعلة اليوم وكبيرة بدأت تتهم القضاء بعدم النزاهة، ممكن، لكن عندما تجتمع المصلحة العامة صدقني أغلب الأطراف تريد وساطة سياسية، لكن تريد الوساطة السياسية حسب مقاساتها. من الصعب يمكن المؤسسة القضائية تدخل نفسها بقضية سياسية بدون جانب قانوني. يعني هو هي أنا المقترح اللي يعني دا أتكلم به الآن أمام المشاهدين وأمامكم هو ليس بالمقترح السهل، لأنه هي المشكلة عندنا أصعب، لكن يراد له مهارة، يراد له مهارة ونعطي فرصة. يعني مثلا
اذا هسه تقدم السيد فائق زيدان بمقترح الكتل السياسيه ويروح لهذا الطرف ولذاك الطرف، اذا ما استمعوا له شنو فائده المقترح اللي قدمه؟ طيب. بشرط انه عندهم الجديه يقبلون الحوار من طرف سياسي هو لا زعيم كتله سياسيه ولا عنده حصص برلمانيه ولا عنده وزارات ولا عنده طموح برئاسه الوزارات. اكو سند قانوني يقدر يستند له تستند له هذه المؤسسه. من باب واحد يقدر يدخل مدخل من الساب انه الدستور المصلحه العليا للبلاد مقصوده بها الحفاظ على التوازن للبلاد والمحكمه الاتحاديه نعتقد موجود. موجود. نعم. السؤال لك سيد واثق باعتبار سيد محمد فتحنا محور مهم للنقاش في هذا الموضوع. المحكمة الاتحادية اليوم العملية السياسية الأطراف السياسية تجاوزت أو البرلمان تجاوز كل التوقيتات الدستورية والنقاط والقوانين الدستورية الخاصة بموضوع الانتخابات والبرلمان والجلسة الأولى واختيار رئيس جمهورية وزراء وتشكيل كتلة أكبر. هذا ما يمنح المحكمة الاتحادية أو القضاء سند قانوني للتدخل لحسم هذه الأزمة؟ لا، هي المحكمة الاتحادية القضاء التي تنظر بها يتقدم بشكل شكاوى أو طعون يعني بهذا الشكل، وإلا المحكمة لا تتدخل. ما مقصر بعض النواب مقصر بهذا الموضوع. أي قضية مصر لذلك هي تدخلت وكان مواقفها يعني جيدة ويعني وحركة يعني في الفترات الأخيرة، لكن اليوم إحنا اللي وصلنا له بدت هجمة ممنهجة ضد القضاء العراقي وضد شخصية السيد فائق زيدان. نعم. يعني سواء من أحزاب أشارت بشكل صريح منها ومنها من لمح بهذه الطريقة ووصلت اليوم. نعم. حتى مواقع التواصل الاجتماعي لولا هذه الأحزاب التي بدأت تتحدث بهذا الشكل عن القضاء العراقي لما يجرأ كثير من ناشطي الفيسبوك أو الجيوش الإلكترونية لبعض الأحزاب الحديث بهذا الشكل عن القضاء. يعني مسألة هي يعني المبادرة ممكن يعني، وإلا هي القضايا لا يمكن أن تبقى بهذا الشكل، مفترض أن يجلسون على طاولة الحوار، لكن المشكلة في بعض الأطراف. يعني سيد الصدر يوم كل فترة ويقول لك أنا شهر من قطع العملية السياسية ويقول لك لا أفاوض ولا أقبل ولا يعني هنا هاي مشكلة. التوقيتات مفتوحة متاحة للأطراف السياسية؟ لا هذا غير موجودة يعني دستوريا ما موجودة. احنا الآن جاوزنا طبعا دخلنا بالمحظور لكن احنا ما عندنا طريق اخر. مساله حل البرلمان مساله صعبه للاحزاب الفائزه. الان حل البرلمان واعاده الانتخابات فيما بعد، يعني ما مدى امكانيه اعاده الانتخابات؟ اول من يعارض الشارع يعني مو من الجانب القانوني والسياسي، لا الشارع فاقد للثقه بالعمليه السياسيه والانتخابات الاخيره كانت اول برهان يعني اول من يعارض الاحزاب الفائزه، لان هاي الاحزاب اليوم حصلت على مكسب بالقانون الانتخابي هذا خدمهم. اذا تغير القانون الانتخابي يمكن تتغير منو مثلا طاهر الصدري؟ طاهر الصدري اعلن انه ما عنده مشكله نعيد الانتخابات. هذه الاعلام واحد والواقع شيء اخر. طاهر الصدري الان حاصل على 885 الف صوت، يعني كان في الفتره السابقه 50 مقعد 54 مقعد ب 1,600,000 تقريبا، يعني عدده نزل للنص. فإذا رجعنا على القانون السابق يمكن تتغير، يعني حسب بعض الحسابات تقول إذا رجعنا إلى قانون ساتليق واحد على سبعة يقدر صدر يشتركون بانتخابات معادة على القانون الأخير اللي كان المحكمة لازم القانون يتغير. وبالتالي يعني النقطة اللي أشارها دكتور محمد، نعم نحتاج وسيط لكن هنالك طبعا وساطات خارجيه او تدخل خارجي وضغط حتى عمومي. اليوم اصبحت ملامح وساطات خارجيه تدخل على الخارج، هي الولايات المتحده، خليج، تركيا، جمهوريه اسلاميه، غيرها. بالمناسبه طبعا اليوم الخارطه العالميه والمشكلات، يعني بعد حرب الاوكرانيه الروسيه والمشكلات ازمه الغاز وازمه الغذاء ونتائج الحرب، طبعا ازمات عالميه كثيره كبيره منطقه الشرق الاوسط واحده من المناطق التي تتجه لحل كل الملفات، الملف الايراني السعودي، الملف الايراني الامريكي، القضيه اليمنيه، القضيه السوريه ايضا الان هنالك بوادر لعودتها الجامعه العربيه الا العراق. طيب. والعالم اليوم ينظر العراق، لماذا العراق لا يتجه بهذا الاتجاه؟ وجود هذه الخلافات السياسيه وعدم الثقه و يعني سوء التصرف السياسي يعني من كثير من القوى السياسيه الموجوده، وبالتالي يعني الحوار يعني المفترض الان القوى السياسيه تقعد وتخلي يعني فتصيغه للخروج من هذه الازمه، من يطلع من يبقى قد يكون من عندها قضيه اعاده الانتخابات؟
صعبه. انا اقول صعبه، اولا هذه تحتاج الى تصويت، اعتقد ثلثين تحتاج الى تصويت مساله حل البرلمان، ثم من يامر باعاده انتخابات رئيس الجمهوريه وموافقه البرلمان. اعتقد قضيه معقده جدا يعني مساله حل يعني الذهاب الى انتخابات مبكره، ولا احنا هي هاي انتخابات مبكره شنو النتيجه؟ ومثل ما اشار دكتور محمد، وانا هذه الفكره طرحناها قبل الانتخابات، قبل هذه الانتخابات، واعتقد الان تاسس لها المفترض يعني القوه السياسيه في المستقبل تعد نفسها تكون على شكل تحالفين طوليين، فتحالف شيعي سني كردي وتحالف شيعي سني كردي، اللي يفوز هو يشكل الحكومه عنده برنامج جاهز او اتفاقات مسبقه بين هذه القوى، واللي يخسر يكون معرضه. الان اصبح ثلاثه، لو كان اكو امكانيه بعدد نواب ومقاعد ما كانت اتجهت الاطراف السياسيه الى هذا الخيار. لا لا لا، احنا اليوم حتى احنا نخلص من كل هذا الجدل، ليش القوى السياسيه تبقى تنتظر بعد الانتخابات ونشوف ايش قد وزنها وعلى اساس الوزن تتحدد؟ لا، احنا نؤمن بعمليه سياسيه ونؤمن بالنتائج، وبالتالي يتشكل تحالف من الشمال الى الجنوب، قائمة واحدة دائرة واحدة متعدد دوائر. الآن أفرزت لنا العملية السياسية ثلاثة جهات سياسية مستقلين، تحالف الإطار ومن تحالف معه والتيار الصدري من تحالف معه. الآن في هذه المرحلة أعتقد نجاح العملية السياسية بهذا بتحالف الإطار والتيار كل مع متحالفيه واللي يذهبون المستقلين إلى المعارضة، والناس قبلوا بهذه النتيجة. في الانتخابات اللاحقة ايضا يدخلون بهذه التصنيفات يعني بقوائمهم باحزابهم، ايضا يدخل الاطار ومن يتحالف والتيار ما يتحالف معه والمستقلين. لكن ما بوادر طيب اشهر سيد واثق، ماكو اي بوادر او اي نيه ورغبه للتحالف بالطريقه الطوليه التي ذكرتها. لكن استاذ محمد، ليش ننتظر ثلاث سنوات بعدين نروح نجري انتخابات ونعيد انتخابات؟ ليش ما نسويها حاليا؟ وهذا متعلق بالمصالح يعني هسه انت بهاي الدور عندك 42 نائب مستقل، تقول لك هاني اول دوره هاي اللي انا افوز، كل واحد صارف له فد كذا مليار دينار على الانتخابات الاحزاب الكبيره المستقلين. لا المستقلين هسه بدي احكي لك بعقليه المستقلين، هم صرفوا هاي المبالغ؟ اي طبعا، كل نائب فاز على الاقل 6 يعني مليون دولار، 5 مليون دولار، 4 مليون دولار. من جاب هاي المبالغ؟ جزء هم تجار يعني، أكو بهم تجار هم اللي صرفوا، وأكو يعني شخصيات مدعومة، وأكو شخصيات تعتمد على جانب العشائر، يعني كل شخص وإله ضر. المهم فاز، هسه بغض النظر حتى إذا ما صرف وفاز ومن وصل هنا راتبه 30 مليون، ما يبي يفرط به، وصار له رجل بالبرلمان، رجل بالعملية السياسية، يطمح لهذا القدم في العملية السياسية أن تكون قدمين إلى بالعملية السياسية، يطمح أن يزيد تمثيله، يطمح أن يكون عنده جهة سياسية حزب، يطمح هذا الطموح مشروع. هذا أقول لك أنا هسه أول خطوة إليه، أول قدم إليه تيجي تبتروها إليه، أو أنا أبترها بإيدي أجي أحل البرلمان بإيدي؟ هذا مو معقولة. أكو واحد يقطع رزق على نفسه بالعامية؟ ماكو. الكتل السياسية بعضها تقول لك أنا هاي الأرقام اللي حصلتها قد من تعاد الانتخابات، ما حصل هاي الأرقام. حتى الإطار اللي كان معترض من البداية قد وقد يكون كتل سياسية عندها أرقام عالية تقول لك أنا أجيب هذه الأرقام، بس إذا انعدت جزء يعني المنافسين اللي معي قد تكون رحم راح تزداد الأرقام، راح تختلف الأوزان، تختلف الخارطة. أعتقد الحل بالعراق هو حل مزمن. يعني مثلا أعطيك أبسط مثال، ليش كانت العملية السياسية مستقرة عام 2005؟ لأنه كان العراق بالانتخابات دائرة انتخابية واحدة، كانت بها القائمة المغلقة، كانت اكو بي ليش تتناسب ويا النظام البرلماني؟ احنا عندنا نظام برلماني يا ناس، ما تتناسب ويا الحكومه الاغلبيه، حكومه الاغلبيه تتناسب ويا النظام الرئاسي او ويا النظام المختلط ما بين الرئاسي وما بين البرلماني. احنا عندنا نظام مكوناتي، نظام برلماني يعتمد والدستور يعتمد على المكونات، والمؤسسات الدوله العراقيه اعتمدت على المكونات، هذا سني هذا شيعي هذا كردي، والمحاصصة اللي أكلتها والفساد اللي نخرها، فبالتالي أي حكومة أغلبية تجي أنت تنصبها، يعني أنت وزنك 200 كيلو تجي على هذا الميز اللي ما يتحمل 50 كيلو، هذا هذا يندم. فأنت رسخ الموضوع، تريدون حكومة أغلبية بعيني تعال غير النظام من برلماني إلى رئاسي وأخذ حكومة أغلبية، تريد أنت أبقى على النظام البرلماني بس أضمن لي كتلة سياسية تجيب 165 مقعد بالانتخابات وروح شكل حكومة، والبقية هسه يريد ينسحب، يريد معارضة، يريد يطخ راسه بالحائط. بعد مشكلته أنت عندك الأغلبية بدون تحالفات، الأغلبية
السياسية في الحكومات البرلمانية يتوجب أن يعني تفوز الكتلة البرلمانية بدون تحالفات بنصف زائد واحد من مقاعد البرلمان، هذا لو تقدر تشكل الأغلبية، غيرها بالتحالفات من الممكن أن يعبرك مرحلة لكن بنصف طريق يقطع وياك. هسه أنت مو التحالف الديمقراطي قال أنا ما أصوت على قانون الأمن الغذائي، لا صرح قال، بس بعدين ربطوا المصالح مع بعضها، فتحوا الكاك شوية على المعترضين بالأموال بالكذا، قبلوا لو ما أكو أموال وفتحوا عليهم الكاك لا معترضين وهم بداخل التحالف الواحد، فبالتالي هي قضية مصلحية. أنت شلون تريد القضية المصلحية ما تهددك وأنت تريد شكل حكومة أغلبية؟ لا، جيب نصف زائد واحد من مقاعد البرلمان بالانتخابات، أنت مادة 76 تنطبق عليه وتروح تشكل، لكن هذا عندنا مستحيل ما يشكل. أولا نسبة الانتخابات المشاركة متدنية جدا، أقصى الحالات بحلاوة 30%، زين وين من يعطيك أصوات؟ من يجيب لك؟ هذا جمهور متحزب، جمهور أكو مقتنع بالعملية السياسية، مقتنع بفلان حزب، مقتنع بفلان شخص، يطلع الجمهور العريض 80% و70% قاعد بالبيت. تريدون أنتم عملية سياسية روحوا قل الجمهور اللي قاعد بالبيت طلعوه بيوم الانتخابات، هذا يتطلب زيادة ثقة، يتطلب حسن يعني حسن الشكل الأحزاب وأدائها وسلوكياتها وممارساتها. بحاجة إلى دورتين برلمانية يمكن حتى نحتاج يعني جزء من هاي الثقة. إحنا ما عندنا يعني مو صحيح طيب. ضغط الزر، أنا عندي حكومة توافقية ضغط الزر أجيب حكومة أغلبية ما تتركب. ليش دولة القانون مو سبق وأن طلبت إنه حكومة أغلبية شافتها ما تمشي؟ سيد عمار الحكيم الحكمة مو طلبوا حكومة أغلبية سياسية شافوها ما تمشي ما تتركب. ليش؟ الأسس عندنا الفاونديشن ما يشتغل على بناء عمودي وأفقي، فيفترض يا أما تغيير النظام السياسي من برلماني الحالي الموجود إلى نظام عمومي رئاسي خلي يكون مختلط ممكن تشتغل عليه يعني حكومة الأغلبية، أو أن يكون نظام الانتخابات هو يتغير عن ما هذا طيب. مثلا نحن عندنا النظام السياسي برلماني دستورنا دستور مكونات وجبنا عززنا قانون ومفصل على الأقضية والنواحي، ها شنو؟ انت البرلماني هذا يشتغل لكل العراق ما يشتغل للقضاء مالته والناحيه مالته. عززنا مفهوم يعني المكونات والانقسام او المناطقيه او المناطقيه طيب. صح مظاهر بالاعلام لكن بالعمل موجود. تعال انت هسه مثلا عندي بالكاظميه ابو الكاظميه هذا شهدنا يمكن ايام الانتخابات يشت كان العمل انه تقديم خدمات لمنطقه واحد. انا هسه مثلا ابن الكاظميه ابو الكاظميه من يشتغل النائب يشتغل للكاظمية لو يشتغل للرصافة يشتغل للكاظمية يقول لك هذا جمهوري هذا انتخبني هذا باكر هم أحتاجه وهذا حل منطقي. لكن لو دائرة انتخابية العراق واحد لا النائب البصرة يشتغل لأبو بغداد وأبو بغداد يشتغل لأبو ديالة وهكذا لأبو قليم كردستان. فإحنا بحاجة إلى تغيير أسس المعادلة العملية السياسية ما يصير نمضي بنظام سياسي. لكن اليوم هناك رغبات من بعض الأطراف بالتغيير لكن أطراف أو أغلب الأطراف السياسية الأخرى لا ترغب بهذا التغيير اللي كانت تطالب به سابقا. مو هي شنو شوف صار مثلا الأخوة بالتيار الصدري طبعا أنا يعني معهم على المتبنيات مع الأغلبية أنا يعني نظام ديمقراطي ويتيح للجمهور الانتخابه أول مرة إذا شافوا. لكن هل ترى أنه مناسب حاليا؟ حاليا لا الظروف ولا القواعد طيب ولا الأدوات اللي عندهم قادر على تشكيل حكومة الأغلبية. هذا كلام أغلب الأطراف السياسية المعترضة على قضية الأغلبية. طيب بسؤالك يا سيد واثق، إذا أنا أرى أنه نظام الأغلبية السياسية ناجح ومطلوب بالمرحلة القادمة، ليش ما أحاول أنا أغير معضلاتي حتى أنجح هذا النظام الأغلبية؟ وهي الأغلبية لا تعني فقط أغلبية مقاعد، إحنا الأغلبية يعني من أساس النظام الديمقراطي على أن يكون الشعب مصدر السلطات، الشعب مشاركة. وشار دكتور محمد أنه الشعب عندنا 70-80% ما مشارك لا. يعني إحنا اليوم البرلمان بهذا النظام البائس هذا النظام اللي هو أحرق الأصوات وقسم العراق أكثر من التقسيمات السابقة اللي هي بكوناتية وطائفية قسمهم مناطقيا، يعني حتى أنت مقتنع بشخصية لكن بينك وبينه شارع ما تقدر تنتخبه على حسب هذا القانون، وحتى تقسيماته وتوزيعته ما كانت عادلة. يعني دائرة بها 250 ألف ناخب ودائرة بها 700 ألف ناخب وتوزيعات وبها يعني بعض المحابات لبعض القوى السياسية. بالتالي هنا هذا النظام ايش افرز لنا عدد الاصوات من اللي اشتركوا بالانتخابات 9 ملايين 4 ملايين اللي لكل البرلمان العراقي،
وخمس ملايين أحرقت من الأصوات من الناخبين. يعني بالتالي هذا النظام ما كان عادل، يعني ما كان ينتج عملية سياسية تمثل الشعب على الأقل، تمثل المشاركين. فبالتالي 4 ملايين صوت يعني يمثلون 10% من الشعب العراقي، يعني كل البرلمان يمثل 10%. إذن وين الأغلبية؟ يعني هذا البرلمان إيش ما يكون أنت، وبعد إضافة إلى هذا تجي تشيل نص البرلمان تودي معارضة، ونصف الآخر أصبح البرلمان أو الحكومة تمثل 5% من رأي الشعب، تصبح حكومة ليس الاحتراف فقط عليها سياسيا، حتى مجتمعيا يكون عليها اعتراض وشعب ناقم وكذا وما قابل. وطبعا هو أحيانا قبوله مو نتيجة تحريك سياسي، احنا في بعض المواقف يعني القوى السياسية تحترض على قضية يعني حتى وإن كانت مقتنعة لكن تحترض عليها لأنها جاءت من الجهة الفلانية. يعني وهسه الدكتور محمد طرح يعني مثلا السيد المالكي او السيد الحكيم من طرحه الاغلبيه القوى السياسيه اعترضت لان هذا لانه قوى طرحته، وانما ليست لانها لا تؤمن بهذه القضيه. الاغلبيه يعني في نظام تعددي كالعراق وتعددي مفرط، طبعا دائما هذه تكون حكومات ائتلافيه، والحكومات الائتلافيه دائما تكون حكومات ضعيفه فقط تحافظ على رأس النظام. الحكومة موجودة. أستاذ محمد، أن البرلمان الحالي أو النواب الحاليين والكتل لا يمثلون الشعب العراقي. نعم، أنا أقول يمثلون 10%، كل البرلمان يمثل 10% من رأي الشعب العراقي. هذا لا يفقد شرعية هذا البرلمان والنظام أمام المجتمع الدولي. يعني لا يمثل، يعني برمته البرلمان لا يمثل، حتى لو تشكل كله وشكل حكومة ما راح تكون اسمها حكومة أغلبية لأنها لا تمثل أغلب الشعب. ولا يعني اغلب الشعب يعني الان اذا قلنا الشعب السياسي الناخب، يعني الشعب الذي يحق له التصويت، التصويت على الاقل اكثر من 20% 20 مليون عراقي حق لهم التصويت. كم عدد كم يمثلون هؤلاء من ال 20 مليون اللي يصوتون؟ طبعا حسب ما قيل 40% انه المشاركين 40 ادفع 20 يعني نصف العدد احرق، اكثر من نصف العدد احرق، اذا يمثلون 20%. زين هنا اذا اجتمع البرلمان، يعني قرارات البرلمان عاده تؤخذ يعني او تعقد الجلسه او نصاب الجلسه يكون بنصف هذا العدد، يعني نصف عدد البرلمان، اذا اصبح ايش قد 5%. نعم، القرارات تتخذ بنصف الجالسين، يعني في حال نصف زائد واحد اذا اصبح القرار 2.5% يمثل من راي الشعب، بذلك القرار يفقد شرعيته تماما. وبالتالي يعني اكيد احنا نحتاج الى نظام على الاقل، يعني تغيير في بعض ادوات النظام، تغيير بعض ادوات القوى السياسيه، يعني على الاقل يتغير النظام، مثلا نظام شبه رئاسي او دائره واحده في العراق. ممكن ان تقود هذه الخلافات حول حكومه اغلبيه او توافقيه، ممكن ان تقودنا بالاخير الى تغيير شكل نظام الحكم بالعراق؟ ما اعتقد، لان هي تحتاج ايضا تغيير بتعديل دستوري، وتعديل دستوري كما تعرف اكو كوابع كثيره، يعني من ضمن احتلال 3 محافظات وهي محافظات كردستان. وبالتالي هذه يعني حتى مساله الاغلبيه اليوم الحزب الديمقراطي ومساله ثلثي جلسه رئيس الجمهوريه، هاي الاخوه الكرد يعني هم من وضعوا بعض الاطراف السياسيه من الاطار وغير الاطار كانت طالب جديا بتغيير نظام الحكم. لا نعم، كان هي أسس لها في الانتخابات السابقة وانقسم القوى السياسية، انقسمت إلى تحالفين. لو الكرد في الانتخابات السابقة انتخابات 2018 شاركوا يعني مع أحد التحالفين أو انقسموا مع أحد التحالفين لتشكلت في وقتها حكومة أغلبية، لكن من التوافق والإصرار على التوافق الكرد كانوا أكثر الناس، يعني بالذات الديمقراطي كان من أكثر الناس إصرارا على التوافقية. الآن هو يصر على الأغلبية. طيب سؤال أخير لكم أستاذ محمد، في حال تمكنت الأطراف السياسية خصوصا الشيعية من التوافق وترتيب أوراقها والذهاب نحو تشكيل كتلة أكبر وتشكيل حكومة، راح تكون هذه الحكومة أغلبية أم توافقية؟ لا هي تبقى توافق. بالمناسبة حتى يعني حكومة يعني الأغلبية اللي يطرحوها يعني التحالف الثلاثي هي مو حكومة أغلبية، يفهم الحكومة الأغلبية هي جهة سياسية تنفرد بعدد الأصوات وتذهب باتجاه تشكيل حكومة دون الكتل السياسية أخرى. طيب هو أكو ائتلاف يعني 3 كتل سياسية رئيسية من المكونات وقسم من يعني الأطراف الشيعية الأخرى، فهذه تعتبر يعني حكومة توافقية من دون طرف واحد أو طرفين.
هي ماكو عد. احنا نتكلم عن الاسس العامة لحكومة الاغلبية الوطنية، لكن الان الحكومة الاغلبية ان شكلت على سؤالك على الافتراض اللي تفضلت به، ما اعتقد هي حكومة اغلبية، هي تبقى حكومة توافقية واتفاق، يعني اتفقت الكرد والسنة مع مطلب السيد الصدر على تشكيل الحكومة، إذن اتفاق وتوافق. وكان هناك رغبة أيضا بعض أطراف البيت الشيعي، بعض الأطراف مو كل الأطراف صارت انتقائية، فإذا هي هم توافقية. على سبيل المثال يعني هسه مثلا اللجان البرلمانية على أي أساس شكلت؟ على أساس الأغلبية؟ لو على أساس توافقية شكلت على أساس التوافقية لكن بطعم الأغلبية. يعني أنا أنطيك، تعال أنت تشترك باللجنة البرلمانية لكن بكيفي. طيب شنو الإصرار على يعني هذه التسمية؟ مجرد تسمية؟ هي قلت لك هو هي مصالح سياسية تتحرك على المسرح السياسي، هذه فرصة للكتل السياسية قد لا تتكرر مرة أخرى لها، فبالتالي المصالح السياسية تستوجب أن تكون هناك رفع سقف المطالب، أن يكون الشد السياسي على أشده موجود، ليل أذرع ليل أصابع ما بين الكتل السياسية، بالتالي هناك مكاسب، هناك محافظات، هناك هيئات مستقلة، هناك وزارات. الآن يعني طريقة الاستجوابات إلى الوزراء ده. كثير من الأمور ما نقدر نتحدث بالتفاصيل لأن يعني الوقت ما يسمح، لكن كخطوط عامة كثير من الأمور الكتل بعض الكتل السياسية يعني مستفيدة غاية الاستفادة مما يجري الآن، فبالتالي ليش تطلب تنازلات وهي بعدها استفادة؟ ليش مطية تنازلات والمحاصصة موجودة؟ يعني هذا المكان شيعي، إذا إجا عليه سني يقول لا هذا المكان مكاني، زين وين الأغلبية؟ هذا المكان كردي، يجي عليه سني لا هذا المكان كردي، ميس منطقية. يعني هسه الأخوة الكرد إذا أخذوا من عندهم وزارة الخارجية يقبلون؟ أي أغلبية هاي؟ أي أغلبية؟ طيب على سبيل المثال هذا، أنا ما أذكر يعني الأسماء، أذكر الوزارة والمؤسسة، فبالتالي لا أعتقد يعني قضية الأغلبية هي مطبقة بحذافيرها، لكن هي قضية يعني سياسية بامتياز، بالتالي لو كانت هي قلبا وقالبا للأغلبية كان حلت المشكلة، لكن هي بما أنه سياسية فبقت القضية عالقة وعاصية على الحل أو عصية على الحل. مدير مركز الشؤون العامة للدراسات الاستراتيجية الأستاذ محمد العقيلي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. شكرا وشكر لكم رئيس مركز الكتاب للدراسات السيد واثق الجابري، كنت ضيفا كريما علينا، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.